نفى الفنان أحمد حلمي أنه قام بمقابلة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، موضحاً بأن كل منهم قام بتصوير دوره الخاص في الإعلان في بلده. وأوضح حلمي في بيان نشره عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أنه أخطأ ولم يكن بتوضيح طريقة تصوير الإعلان، قائلاً: يا أصدقائي وصديقاتي الأعزاء، أنا ما قلتش إني قابلت ميسي ولا حتى شفته، وأنا قلت ده إعلاني الجديد مع ليونيل ميسي، إنما كل واحد مننا صور الجزء بتاعه في بلده، وده الطبيعي اللي بيحصل في الإعلانات اللي بيكون فيها كذا شخصية من جنسيات ودول مختلفة. ممكن تكون غلطتي إني ما وضحتش طريقة عمل الإعلان، بس ده لإني تخيلت إن دي حاجة ممكن تكونوا عارفينها. كل يسيب اللي في إيده ويركز معاه. قد أهديتموني حبكم وأحببت فيكم العمل الإخلاص. عملت كتفك كده الإنجاز. اسمك إيه يا ابني؟ هو أنا عيل تايه بتقول لي اسمك إيه؟ ما قلت لك مش فاكر حاجة خالص. المستشار نوح نصر الدين جد الله محمد عبد العزيز مصطفى شوكة الأولمبي. أنت يعني بتعيرني عشان مش فاكر اسمي؟